فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: هل يجوز الانتفاع بالماشية التي يعلفها صاحبها بمال فيه شبهة أو بمال محرم، مع أنها تأكل من المزرعة في غالب أحيانها؟ كيف؟ هل يجوز الانتفاع بالماشية التي يعلفها صاحبها بمال فيه شبهة أو محرم، مع أنها تأكل من المزرعة في غالب أحيانها؟ يقطع عنها العلف المحرم ويعطيها العلف المباح لمدة 3 أيام مثل الجلالة، فإذا مضى عليها 3 أيام وهي تأكل من المباح فإنها تصبح حلالا له. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.